جديدة تعتبر نقلة نوعية وخطوة غير مسبوقة في مفاهيم وطرق التعامل مع المخلفات. ولهذا شهدت وزارة البيئة مراسم إطلاق منظومة إلكترونية جديدة لرصد المخلفات تأتي في إطار توجهات الدولة للتحول الرقمي. إحنا النهاردة بصدد إطلاق منظومة للرصد. منظومة الرصد دي خاصة بمستوى النظافة في الشوارع، دي احنا عاملينها كوزارة بيئة بالتعاون مع احدى الشركات الوطنية. هو برنامج للرصد، برنامج الكتروني اللي احنا موجودين فيه ضمن البرنامج الثالث. احنا بنرصد اداء الشارع النهاردة، ده الجزء اللي احنا بادئين بيه الاول. الشارع المصري طبعا زي ما كلنا عارفين احنا للأسف عندنا منظومة المخلفات الى حد ما الذي يتم ادارتها بالشكل الصحيح. عندنا تراكم مخلفات في كل مكان، مؤدي الخدمة شوية بيتراخوا في هذه الخدمة، فبالتالي احنا كدولة بدأنا نقول طب ما احنا مش هنبدأ من الصفر، نبدأ بتطبيق إلكتروني سهل إن المواطن أبليكيشن. تطبيقان، أحدهما خاص بالجهات الحكومية وآخر للمجتمع المدني تحت إشراف وزارة البيئة، وعدد من الشركات الخاصة يعملان معا في 6 محافظات كمرحلة أولى تمهيدا لتعميم المنظومة في باقي الجمهورية. احنا عملنا المنظومة من خلال تطبيقين، تطبيق خاص بالجهات الحكومية وتطبيق آخر خاص بالمواطن. التطبيق الخاص بالجهات الحكومية اللي هو Environment Operation، والتطبيق الخاص بالسكان اللي هو اسمه دور. احنا حاليا في منفعلة في محافظة القاهرة في 6 أحياء: مصر الجديدة، شبرا، عابدين، رود الفرج، المعادي وطرة. 6 أحياء في محافظة القاهرة. من المخطط اللي احنا نتوسع في الأحياء في محافظة القاهرة، وبعد كده هننتقل للمحافظات الأخرى تباعا لحد ما نغطي الجمهورية كلها إن شاء الله بإذن الله. لما بينزل الأبليكيشن هو بيبقى مش محتاج يعرف أي حاجة، هو بيبقى ماشي، ولو لقى صورة مخلفات، لو لقى شكل مخلفات أو أي حاجة بيصور الصورة، وهو السيستم أوتوماتيكلي بيبقى عارف مين الشركة مقدمة الخدمة اللي موجودة في المنطقة، فبالتالي البلاغ ده بيروح لها هي على طول، وبيروح لجهة الرقابة اللي موجودة سواء كانت المحافظة أو وزارة البيئة أو أي أو جهاز تنظيم إدارة المخلفات. فبالتالي مقدم الخدمة لازم بيحل البلاغ ده طبقا للعقد اللي معاه، لما بيحلها بيقوم واخد صورة بعد ما حلها، فبالتالي الصورة دي بتروح للمواطن برضو اللي هو حل اللي تم حل المشكلة بصورة الحل نفسها كمان. إعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن والمحافظات المصرية بواسطة أحدث الأدوات الرقمية التي يتم تطبيقها على المستوى الدولي. مي عدلي، آخر النهار.